Pour la séance d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des engrais binaires. On va parler des engrais trainaires. Et il y a trois éléments. N, P, K ou les binaires. Il y a deux éléments. N ou P ou la N ou K ou la P et K. Donc, on va parler des éléments. Parce qu'on va parler des binaires. On va parler de l'azote et le phosphore. Il y a deux. L'azote et le potassium. Ou on a parfois phosphore et le potassium. Et les rangolos, les firum, les trois éléments, pas de sébo, N, P et K. Les engrais, nous avons par intelligence. Nous avons dit que nous avons dit la méthode. Et là, عقلتوا على لا سورتي اللي كنا درنا لا كارافان ديال المثمر ديال لو سي بي كانوا بداو كيشرحوا لينا بان كل ريجيون كل منطقه كل كولتور عندها واحد لي بيزوان ديالها وهادشي حنا اللي شفناه حتى حنا في لو كور ديالنا هاد لي بيزوان هما اش داروا لهم غيوض باش ان الفلاح يبقى يمشي يهز اليمون يعطيه بوحدو ويهز الثاني يخلط ويهز الثاني التروازيام اليمون يخلط عوض ما يطيحوا في المشاكل اختاروا لنا دي زاليمو هكا يعني كيتكاملوا بيناتهم يعني واحد لو ميلونج ديال ان بي كا ولا ان كا ولا هذا اللي كيكون ادابتي لو تيران ديالنا و لو سول ديالنا غادي نعطيو امثله على هاد لي زاليمو اول واحد اللي معروف وغادي نستعملوه بزاف وغتلاقاو به بزاف لي زيكسبلواتاسيون سي لو ماب هاد لو ماب كاين عندنا سو دو فورم كاين يا اما ليكي يا اما بودر بجوجهم كيذوبوا في الماء هذا الماب اللي غادي نتعاملوا به حنا وغادي نبقاو نخدموا فيه توجور نعطيكم لي دوز ديالو 11 52 0 باردون كاين ثاني لو دوزيام برودوي سي لي نيترات دو بوتاس لي نيترات دو بوتاس لا دوز ديالو 13 0 46 حاجة اللي غنتأكد على هاد لي نيترات دو بوتاس هو سي ان برودوي اونتر بارونتيز دو لوكس كنستعملوه في واحد الوقيته اللي لا بلونت ال فا فالوريزي هاد لو برودوي لي نيترات دو بوتاس كنستعملوه غالبا لان فيه لي بوتاس وفيه لي نيترات فاسيلمون اسيميلابل و لو بوتاس كينفعنا في لا برودكسيون دونك كنستعملوه او مومون فاش كيكون لو فخوي في لو غروسيسمون فاش كنعطيو هاد لي نيترات دو بوتاس كيزيد لو غروسيسمون ديالو ولا بارفوا كيكون ان بلوكاج عند لو فخوي ولا لو ستريس كنعطيو هاد لي نيترات دو بوتاس كيديبلوكا ملي كنجي كنبغي نحسب لي زيليمون ولا لي زونيتي فيرتيليزونت من هادو ها هما واضحين عندنا هنا راه 100 كيلوغرام ديال لو برودوي وهذه حتى هي 100 كيلوغرام ديال لو برودوي هاد لي 100 كيلوغرام مثلا غناخذ المثال ديال الماب الماب عندي 100 كيلوغرام 100 كيلوغرام فيها او ميم طون 11% ديال لازوت وعندي فيها 52% ديال اش ديال الفوسفات اللي سميناه P2O5 P2O5 يعني هاد البرودوي ديالي هاد 100 كيلوغرام هادي 100 كيلوغرام فيها 11 كيلوغرام ازوت وفيها 52 كيلوغرام P2O5 وهاد لو ريست راه كنا شرحناه المره اللي فاتت سي دو لا ماتيير انيرت لي ديشي كيكون بعض المرات دوتغ زيليمون سوفر ولا الكالسيوم ولا هذا نون كالكولي ما كنحسبهمش ما كندخلهمش دونك ملي كان اجوتي واحد 100 كيلوغرام راني كنعطي 52 كيلوغرام ديال الفوسفات وكنعطي او ميم طون 11 كيلوغرام ديال لازوت غنديرو واحد ليكزومبل الا بغينا مثلا واحد 150 كيلوغرام ديال الماب شحال غادي يكون عندنا فيها ديال لازوت وديال الفوسفور
غادي نجيو نديرو الطريقه الثلاثيه، ولكن غنديرو هنا جوج المرات. الطريقه الثلاثيه يعني 100 كيلوغرام ديال الماء فيها شحال من الكيلوغرام؟ نبداو بالازوت، فيها 11 الكيلوغرام ازوت اكس كيلوغرام ديال باردون، هنا غادي نديرو 150 كيلوغرام ديال الماء فيها اكس كيلوغرام ديال الازوت. يعني لا كونتيتي ديال الازوت اللي عندي اكس كتساوي ليا 150 مضروبه في 11 مقسومه على 100، مضروبه في 11 مقسومه على 100 كتساوي ليا، حيدو هذه مع هذه بقات ليا 10، 1.1 15 مضروبه في 11 هي 150، 165 مقسومه على 10 هي 16.5 يونيتي ديال لازوت. مفهوم؟ دي بوس.